السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا كيفاش نحولوا واحد ليكيتور فراكسيونير نحولوها لفراكسيون. كومون ترانسفورمي اون ليكيتور فراكسيونير اون فراكسيون. اذا بدايه غنحاولوا نشوفوا كيفاش نحولوا واحد العدد عشري لكتابه كسريه اولا الكسر. كيفاش نحولوا ان نومبر ديسيمال لاون فراكسيون. اذا عندنا 0.5 est un nombre décimal. إلا بغينا نحولوها فراكسيون شنو غادي ندير؟ إذا عندنا 0.5 على 1، إذا خصني نحيد الفاصلة من البسط. باش نحيد الفاصلة خصني نضرب إما في 10 إما في 100 إما في 1000 وهكذا. إذا حنا عندنا رقم واحد من بعد الفاصلة، إذا كنضربو في 10. مي كيكون عندي رقمين كنضرب في 100، مي كيكون عندي ثلاثة الأرقام كنضرب في 1000 وهكذا. إذا 1 في 10، 0.5 في 10 هي 5 على 10. نفس العملية هنا، 6.5 على 1 أي رقم بعد الفاصلة، إذا كنضربو في 10 يعني البسط والمقام. إذا 65 على 10. إلا كان دابا عندي جوج ديال الأرقام من بعد الفاصلة، إذا كنضربو في 100، إذا كنضربو في 100، إذا هي 12 ولا 1235 على 100. إلا كان عندنا ثلاثة د الأرقام بعد الفاصلة، إذا كنضربو في 1000، إذا 0.0 على 1000. إذا كتعطينا 31 على 1000. إذا بشكل عام إلا كان عندك رقم بعد الفاصلة مثلا 1.5 مباشرة يمكن لك تكتب هي 15. إذا عندنا رقم بعد الفاصلة إذا على 10. إلا كان رقمين بعد الفاصلة، إذا كتحيد الفاصلة كتكتب الجزء العدد كامل 235، إذا رقمين إذا على 100. إلا كان ثلاثة ديال الأرقام بعد الفاصلة، إذا كنحيدو الفاصلة، إذا ثلاثة ديال الأرقام بعد الفاصلة، إذا على 1000، وهكذا، أربعة الأرقام على 10000، وهكذا. دونك هادي هي الطريقة باش نحولو واحد العدد عشري لكتابة كسرية أو للكسر. دابا عندنا إكريتور فراكسيونير، غادي نحولوها لفراكسيون. نفس الطريقة، إذا دائما غادي نضربو إما في 10 إما في 100 إما في 1000، دائما البسط والمقام. إذا عندنا 2.5 على 5، إذا الرقم واحد بعد الفاصلة، إذا غادي نضربو في 10. إذا 2.5 في 10 كتساوي لنا 25 على 50. 2.5 على 3.5، إذا رقم واحد من بعد الفاصلة، إذا خصني نضرب في 10 البسط والمقام. إذا على 35. 2 أرقام من بعد الفاصلة، إذا كنضربو في 100، 2 في 100 على 5 في 100. إذا هي 213 على 500. كذلك هنا عندنا 2 أرقام، إذا كنضربو في 100، إذا 3 41 مضروبة في 100 على 2 45 مضروبة في 100، إذا هي 341 على 245. إذا بشكل عام شنو كندير إلا كان عندنا عدد من بعد الفاصلة؟ إذا كنحيد الفاصلة من البسط ومن المقام. إذا الفاصلة عندنا عدد، إذا شنو عندي هنا لتحت؟ ما عنديش عدد، إذا كندير في الصفر، إذا كندير 35 على 50. إلا كان بجوجهم فيهم الفاصلة على 5.3، إذا كنحيد الفاصلة، إذا عدد من بعد الفاصلة إذا هي 35 على
وخمسين.